الدكتور هوشيار يوسف مولود، وهو رئيس التنفيذي للعمليات بالشركة العربية لألياف البازلت. أهلا وسهلا بك دكتور. وطبعا حديث العالم ينصب حاليا على المنتجات الصديقة للبيئة. نعلم أنكم ابتكرتم منتجا صديقا للبيئة قد يكون بديلا لحديد التسليح، اشرح لنا ما هو. نعم، أولا أشكركم على المقابلة، وحبيت أقول أنه إحنا الشركة العربية لإلياف البازلت شركة إماراتية تابعة لمجلس الدول العربية اللي يمتلكها أعضاء المجلس الدول العربي. وطبعا المنتج اللي سويناه اللي صنعناه هو يسموه ألياف البازلت، اللي تستخرج من الصخور البازلتية الموجودة بمنطقة الشرق الأوسط بكثرة. والآن طبعا أول مصنع سويناه بمنطقة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة، وإن شاء الله البلدان الأخرى تكون قريبا. طبعا ألياف البازلت منتجات صديقة للبيئة، وإنتاجها طبعا يتطلب طاقة، بس مقارنة بقضبان التسليح حديد التسليح تكون أكثر صديقة للبيئة وتنزل البصمة الكربونية اللي الآن العالم كله يتجه باتجاه إنه تقليل البصمة الكربونية وإنتاج منتجات صديقة. وطبعا ألياف البازلت اللي احنا نصنعها نحولها إلى قضبان بازلتية اللي تستخدم بصناعة أكثر شيء السدود والجسور، اللي عندنا مشاكل كبيرة عن من مشاكل التآكل الحديد بسبب المياه المالحة والأجواء المالحة. في نفس الوقت أنه القضبان البازلتية ما عندها أي مشكلة وما تتآكل، وهذه طبعا واحدة من الخصائص المهمة جدا بألياف البازلت وقضبان ألياف البازلت، ما عدا الخصائص الأخرى اللي هي صديقة للبيئة وتكون يعني تنزل البصمة الكربونية. حضرتك ذكرت أنه تستخدمونها في بناء السدود والجسور، هذا يعني أنها على درجة عالية من المتانة، هل هي بنفس متانة الحديد أم أكثر متانة؟ طبعا قضبان الياف البازلت قوة الشد يكون ضعفين ونص قوة شد الحديد، وتكون أكثر قوة، فلهذا ما عندنا مشكلة باستخدامها، وأصلا تكون واحدة من النقاط المهمة أو خصائص المهمة للياف البازلت، طبعا قوتها أكثر من قوة الشد الحديد. ما خطتكم للتوسع لإرساء هذه الصناعة وتوسعها في بلدان أخرى حول العالم؟ نعم، طبعا إحنا هذا التكنولوجيا هذه بدأت من سنة الخمسينات من روسيا وأوكرانيا صناعة الألياف البازلت، بس الآن جديدة بالمنطقة عندنا، ولأن إحنا مؤتمر التعدين الدولي واحدة من الأشياء المهمة بالمنطقة الآن اللي يركز اهتمام العالم والحكومات إنه نستخرج المعادن والموارد الطبيعية الموجودة بالمنطقة. وطبعا إحنا اهتمامنا كان على البازلت، وهذه شفنا انه الاهتمام اكثر من اللي كنا احنا متوقعينه. احنا كان عندنا دراسه جدوى، بس تبين بعد انتهاء من انشاء المصنع انه الاهتمام كان يتعدى حتى دراسه الجدوى، فلهذا عندنا يعني بلان انه بالمستقبل القريب ان شاء الله نكون اكثر من مصنع باكثر من بلد بالمنطقة الشرق الاوسط. سؤالي الاخير دكتور عن الكلفة، لا نتحدث طبعا عن الكلفة البيئية لانه اكيد استخدام مواد صديقة للبيئة هو هدف كبير، لكن هل ألياف البازلت اقل كلفة ام اعلى كلفة من الحديد؟ طبعا احنا اولا لما نتكلم على الياف البازلت او قضبان الياف البازلت، قضبان الياف البازلت كوزن تكون
أخف بكثير من قضبان الحديد المسلح. طبعا طن من الألياف البازلت يعادل حوالي 8-9 طن حديد، فلهذا احنا إذا نحسبها بالطول كطول يكون التكلفة الألياف البازل قضبان الألياف البازل أرخص من قضبان الحديد المسلح. يعني هو المشكلة ما نقدر نقارنه بهذه الطريقة، لأن مو فقط إنه كطول أو كوزن، أيضا كاستخدام. مثلا إذا أخذنا متر مربع من خرسانة، كمية الحديد اللي يدخل بها يكون أكثر من كمية قضبان البازلت، لأن مثل ما تكلمنا قبل إنه قوة الشد للبازلت أعلى، فلهذا تحتاجين كمية أقل من البازلت وإنه أخف وزن، فكل الأحوال تكون أرخص. بس كم تكون أرخص هذه يعتمد على المشروع، يعتمد على المعادلات الهندسية، بس بكل الأحوال تكون أقل، غير أنه صديقة للبيئة وفيها خصائص أكثر بكثير من الصيانة، ما يحتاج الصيانة بالمستقبل، فهي مواد مستدامة ومواد صديقة للبيئة. شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات الدكتور هوشيار يوسف مولود. أهلا وسهلا، واشكركم على المقابلة.